اعتيادها إلى الخارج بعد فعلتها. فما كان من أحد المتكلمين إلا أن يؤكد أن موقف حماس كان مشرفا منذ اليوم الثاني من الغزو العراقي للكويت، وأن التخاذل الفلسطيني في تلك الفترة كان من السلطة. إن قادة حماس أقسم بالله العظيم أنهم ما باعوا الكويت في يوم من الأيام. راعي المهرجان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي طالب بدوره البعد عن الخلافات، معربا في نفس الوقت عن سعادته بالصمود الذي حققه الفلسطينيون ضد الكيان الصهيوني. مثل هذه المقاومات اللي صارت في غزة وكانت في جنوب لبنان أعطتنا الأمل بأن قضيتنا العربية ستستمر. المهرجان لم يخلو أيضا من المطالبة بفتح معبر رفح، وقام المشاركون بكسر مجسم للمعبر رغبة بإيصال رسالة للمجتمع الدولي بضرورة تحقيق هذا المطلب والتشديد على دعم إعادة الأعمار والبناء في غزة. من المطار إلى المهرجان كان هو حال النائب الطبطبائي الذي كان في مهمة إغاثة وجاء ليروي مشاهداته. طبعا هذا